واهلا وسهلا فيكم مره ثانيه. في هذه الفقره راح نتعرف على اصغر عقاري بالمملكه دخل هذا المجال من حب وشغف، ولا ننسى طبعا دعم والده له. خلونا نتابع هذا المقطع ونرجع لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم طارق، معكم شركه اوصل عقاريه. ابوي عنده شقق الطيبات، وش اسمه لهم، وعنده اراضي بشركه عينا العقاريه، شركه عينا العوص، وشقق طيبه وصغيره وسطيه كبيره ممتازات. والله مع السلامه. طبعا نرحب فيهم معنا بالاستديو طارق الخلف، اصغر هاوي للعقارات، واوس الخلف والد الطفل ومستثمر عقار. اهلا وسهلا فيكم. يا اهلا فيكم، يحييك ويبقيك. كيفك يا طارق؟ طيب الحمد لله. شو اخبارك؟ طيب. كيف ما شاء الله تبارك الله كذا طالع تتكلم عن عقار ابوك؟ والله زين الحمد لله. ابو طارق، كم كان عمره لما بدا يدخل هذا المجال؟ طارق بدا تقريبا من يمكن كان عمره 4 سنوات تقريبا. بسم الله. وكان يجي معي باستمرار، يجي معي المكتب وكذا، كنت اخذه معي. أيه. وكان يشوف يتعرف ويشوف العملاء يتعرف، والحمد لله على شوي شوي بدا يدخل بالموضوع. تدخل بشكل محترف زي الوالد ولا شوية طارق؟ إن شاء الله. ما أدري، أنا أسألك، أشوفك الحين ما شاء الله قاعد تسوق، وأبوي عنده شقق الطيبات وأشياء. إن شاء الله. طيب خليني أسألك، يعني ليش اخترت مجال العقار تحديدا يا طارق؟ والله أبوي نصحني فيه وعلمني. كم عمرك؟ الحين؟ إيه. 9 سنوات. ما شاء الله، يعني صار لك الحين 5 سنين خبرة. إيه. ما شاء الله. إيه. أول مرة بعت فيها متى يا طارق؟ بعت وشو؟ بعت شيء، عقار لبوك ولا أجرت شقة؟ لا شوفي، هو بالموضوع البيع، هو احنا ما دخلنا، يعني مو بالهدف انه ينفذ صفقات او ينفذ بيعات، لا، هو كل الهدف انه نبيه يتعرف على العقار ويصير عنده، يعني بعمره يصير عنده وعي مالي كيف، يعني اهم شيء عندنا انه يصير يعرف انه المال هذا يجي بمشقه، ما يجي مجانا يعني. صحيح. ولا كتنفيذ بيعات وكذا، لا مو بهذا الهدف الصراحه. طيب لو صور في السناب وجت بيعه تعطيه نسبه؟ طبعا اكيد، هذه اكيد. ما شاء الله. خليني اسالك استاذ اوس، يعني كيف جاتك الفكره في البدايه انه طارق ممكن انه يبدا يتعلم موضوع العقار وهذه الشغلات؟ هو زي ما قلت لك، انا عندي الهدف اني اعلمه هو واخوانه انهم يصير يتعلمون على العقار، يصير عندهم وعي مالي، يعرفون العقار، يعرفون انه الفلوس هذه جت المشقه ما جت بالساهل، بحيث انهم يتعلمون هم مع الوقت كيف يجيبون الفلوس هذه، كيف يشتغلون، وكيف يدخرون، وكيف يستثمرون. هل هذا لإيمانك انه العقار الابن البار زي ما ينقال دائما؟ نعم نعم. العقار بالذات عموما استثمار عموما ترى، يعني انا حريص اني احبب ابنائي بالعمل. جميل. طيب العقارات من وجهة نظرك في فرق اكيد بين القصيم وبين الرياض. وش الفرق اللي انت تشوفه، وين اسهل في البيع والشراء؟ العقار يحكم اشياء كثيره طبعا، العرض والطلب والاشتراطات والامور الحكوميه. طبعا الرياض العاصمه هو اكبر طبعا. المرحله الجايه ان شاء الله مثل ما انتم عارفين مقبل الرياض على النمو كبير ان شاء الله، فطبعا الرياض لا، الفرصه اكبر بالرياض. وحنا شركه الاوس العقاريه يعني تشجعنا وجينا، يعني حتى قبل اسبوع اخذنا مقر بالرياض. ما شاء الله ان شاء الله، قلت لنا بالله ان شاء الله كمان تتوسع وتكبر واكثر واكثر. يا طارق سمعنا انك كمان دخلت عالم الاسهم، صحيح؟ ايه. يلا صحيح. حكينا عن هذا المجال. الاسهم هي استثمار. ايه. انا طريقتي بالاسهم بالشراء. ايه. أبوي علمني هذه. أي لازم طبعا تستشير الوالد في كل شيء تبي تسويه، خصوصا نتكلم عن موضوع الفلوس والاستثمار. إيه. صحيح؟
صح. أي. طيب وكيف دخلت يعني حسيتي أنه ما شاء الله سوق الأسهم كمان عالم حلو في الاستثمار؟ والله كثير إيه بس زين. شوف أنا من الناس اللي ما أحب الأسهم، مو ما أحبها، ما أعرف لها، ما أعرف للأسهم. ودي تعرفي لها أنت صح؟ شوي أي. بس تعلمهم شلون طريقتك أنت طارق إذا جيت تشتري أسهم شلون طريقتك؟ لجن ينقصن نشتري أي ولجن لو جمعنا يعني مبلغ زين نشتري نبيع أسهم ونشتري. طب وش رأيك في الذهب؟ استثمر في الذهب، اشتري في الذهب زين. حلو الذهب صح؟ ايه؟ ممتاز. خاصة الذهب الحين مرتفع سعره. ايه؟ ما ينفع الحين نشتري صح؟ ايه؟ الذهب إذا نزل سعره مثل الأسهم. ايه؟ إذا نزل سعره شرينا ذهب. ايه؟ ينقص ويزيد صح. تعطي نصايح في الأسهم؟ اي والله. شلون؟ الأسهم زين ويعطي. وش الشركات اللي تنصح فيها؟ الحبيب، الراجحي. ما شاء الله. نعم ممتاز. طيب أستاذ أوس يعني ذكرت أنه مهم جدا تعلم عيالك وينشأوا على هذا الموضوع، أنه الموضوع الاستثمار وأن الفلوس ما تيجي بسهل، وهذا شيء أكثر من رائع. خلينا نتكلم عن متابعتك لهم وإيش التوجيهات اللي تحاول دائما تقدمها لعيالك ولطارق. طبعا اهم شيء انه ما ياثر الشيء هذا على دروسهم، متابعه الدروس وكذا، ويكون في توازن يعني بين الدروس وبين العمل يعني. وحتى انا يعني انصح كل الاباء انهم يركزون مع ابنائهم بالموضوع هذا، انه يعني يوعونهم بالجانب المالي حتى بالامور البسيطه على قد عمرهم. الشيء هذا يعني بينعكس عليهم مستقبلا. صحيح جميل. في اشياء تحديات واجهتك مع طارق ولا لا؟ والله أكيد اللي هو طبعا كثير، كل الأطفال يحبون ما يحبون الالتزام، ما يحبون أنهم يعني يفضلون اللعب على العمل. هذه أبرز التحديات يعني، بس يعني نعطيهم. كيف سيطرت عليها؟ نسيطر بالموضوع المكافآت وكذا والتوازن والمكافآت وتمشي الأمور إن شاء الله. بكرة نلاقي مكتب اسمه طارق القابضة، كلها عقار إن شاء الله. إن شاء الله تمسك مقر الرياض إن شاء الله. ها هذا الهدف تقدر؟ بإذن الله. متى تقريبا؟ بعد كم سنة؟ 25. بعد 25 سنة ويصير عمرك 25؟ لا ما يصير 25 إن شاء الله. الحين يمكن يصير عمري 30 شوي. ممتاز ممتاز ما شاء الله يا طارق، والله بالأرقام أنت جدا دقيق. طيب إذا فتحت العقار يقولون من حضر القسمة فليقتسم، إحنا نبي ندخل معك بنسب. بعد 30 أكون وقتها عجوز. إيه بعد 30 سنة تقريبا ينفع تدخل معك أودي، تدخل معك في العقار؟ مو بالحين مدير، ما أقدر أحدد. الحين تصرفني يا طارق. لا ما أقدر أحدد. ليش ما تقدر؟ ملكك هو. ملك الوالد هو، ما مدير يحدد. يعني ما تبي تعطيني؟ لا أنا ما مدير يحدد. أي خلاص يعني قولي ما بيعطيك. لا أنا ما مدير يحدد. ما يمديك تحدد وشه؟ أوظف واحد ولا لا أوظف. طب بس اسمع، أنت ما تبي تلتزم؟ بسم الله عليك. لا التزم أكيد. لا ما ودك تلتزم بحد إنك توظفه؟ إيه أنا مو بشغلي ذا. كيف تشوف السيدات الحريم في سوق العقار، يعرفوا ولا الرجال أشطر؟ يعني ما كملوا نفس بعض على حسب الذكاء. ممتاز. طيب خليني أسألك أستاذ أوس يعني سؤال أخير كذا، خلينا نعرف يعني زي ما ذكرت أنه مجال العقار مجال أكثر من رائع، لكن بشكل عام كيف تشوف يعني حضرتك الآن العقار في خلال 10 سنوات أو 5 سنوات القادمة في الرياض؟ بلا شك وجهة نظري أنه مقبل على طفرة إن شاء الله، خاصة بالمدن الرئيسية اللي هي الرياض وجدة والشرقية.
اكيد مقبل على طفره بسبب المشاريع. بس الرياض الحين ما شاء الله تتوسع على الاتجاهات الاربعه، وين الحين الواحد يشتري؟ نوصل القصيم الحين. اي شايفه على الحدود. لا زال في الشمال والشرق، لا زال في فرص، في فرص واعده بالرياض بسبب المشاريع اللي مثل ما انتم عارفينها. وطبعا مو بس بسبب المشاريع، برضو بسبب هذه فرصة أني أشكر الهيئة العامة للعقار من خلالكم، ما قصروا والله يعطيهم العافية، يعني سووا أشياء كثيرة يعني كنا نعاني منها في السابق. يعني حنا في شركة الأوس العقارية قبل 13 سنة كنا نعاني في موضوع تحصيل الإيجارات، موضوع العقود والأشياء هذه. الآن لا، الحمد لله كلها صارت إلكترونية، وصار في جهود يعني طيبة من يعني من الهيئة العامة للعقار، وكل هذا بفضل سمو سيدي صاحب الرؤية الأمير محمد بن سلمان الله يحفظه. أكيد حنا سعدين بتواجدكم اليوم، نورتونا، شكرا أنك جيت يا طارق، وشكرا على الأسرار البسيطة اللي أعطيتنا إياها في عالم العقار، وأنا راح أتابعك وأشوف دائما إيش في أشياء جديدة في السوق. وأكيد نشكر تواجدك كمان معنا اليوم أستاذ أوس، شكرا جزيلا. الله يعطيكم العافية، وأنا أشكركم على تحت الفرصة. شكرا جزيلا. تبغى تقول شيء؟ اللي ما أدري سؤالاتي ولا ها؟ ما أدري، ما سألتوني عشان كل شيء. أي طيب، وش تنصح الأطفال اللي في عمرك كده بسرعة؟ أنصحهم يشغلون مع أبوهم وما صار عندي بشغل أبوهم، يخبوا القرش ما يصرفوه مع السن. أيه؟ كبير من السن يشغل بالإنترنت وفيه أشياء الأطفال يعني قصدي. أيه. أيه. لازم صحيح. أيه. أنهم دائما يدخروا فلوسهم ويستثمروها ما يصرفوها، صحيح؟ استثمار. أحسنت. ولا بلاسهم. صحيح، والأسهم أهم شيء يا جماعة، الاستثمار في الأسهم. عموما نشكر تواجدكم اليوم معنا مشاهدينا، خلينا نطلع فاصل سريع، وبعد الفاصل حنتكلم عن تجميل الوجه بعد نزول الوزن.